مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. السمنة المفرطة مرض يجب التعامل معه بجدية تامة، وأحيانا يتطلب الموضوع تدخل عدد من التخصصات المختلفة لمعالجة السمنة المفرطة أو حتى أعراضها. نتعرف سويا مشاهدينا في فقرة اليوم على العلاقة ما بين العلاج الطبيعي والسمنة، وكيف بإمكان العلاج الطبيعي أن يخفف من السمنة المفرطة وأيضا أعراضها. نرحب معنا بالأستاذة هند أحمد الزعابي، أخصائية علاج طبيعي. مرحبا أستاذة هند. مرحبا بك. طبعا أستاذة هند، في البداية قبل ما نبدأ ونتعرف على العلاقة ما بين العلاج الطبيعي والسمنة، نتعرف على السمنة وعلاقتها بالعلاج الطبيعي. طبعا في البداية أحب أشكركم على استضافتي اليوم. فقبل لا أنا أتطرق للموضوع السمنة، في مفهوم مهم أن أنا أوضحه. في البداية، أخصائي العلاج الطبيعي والمدرب البدني. أخصائي العلاج الطبيعي يعالج المرضى، المدرب البدني يدرب الأصحاء. أما بخصوص موضوع السمنة، فالسمنة بشكل مبسط هي عبارة عن زيادة في كمية الدهون في جسم الإنسان، فبالتالي هاي ممكن أنها تتسبب بأضرار على أضرار صحية على المدى الطويل. فكيف من الممكن أني أنا أشخص أو أقول هذا الشخص مصاب بمرض السمنة؟ عندنا جهاز اسمه البدي أناليسز. هذا الجهاز يراولنا كمية الدهون، العضل والماء في جسم الإنسان، وأيضا عندنا اللي هو مؤشر كتلة الجسم يسمونه البادي ماس إندكس BMI. فإذا كان بين 20 لل 25 هذا طبيعي، لكن إذا زاد عن 25 فبالتالي هذه سمنة. متى نحن طبعا ننصح المريض أنه يروح لين التدخل الجراحي؟ لما يكون أكثر عن 40، وبالتالي يأثر أيضا على حركته، يتأثر على صحته وعلى يعني الاكتيفيتي داي ليفينج، الاشياء اللي هي اليوميه اللي يسويها ما يقدر يسويها بشكل طبيعي بسبب تراكم الدهون في جسمه. استاذه، شو العلاقه ما بين العلاج الطبيعي والسمنه؟ طبعا في البدايه لما يجيني مريض السمنه لين عيادتي، في البدايه انا لازم اشخص حاله المريض نفسها. يعني مثلا اشوف هذا المريض، هل هو عنده سمنه بس؟ هل هو عنده خشونه؟ هل هو عنده مشكله في العمود الفقري؟ هل هو عنده مثلا فلات فوت، فاللي هي متلازمة القدم المسطحة؟ فكيف أنا أقدر أعطي برنامج تدريبي يناسب حالته؟ لأن كل مريض عندي تكون حالته غير عن المريض الثاني، فأنا بالضبط لازم أعرف شو هو تشخيصه الصح عشان أعطي برنامج يناسبه. وأيضا نوع التمارين يفرق عندنا. يعني مثلا في البداية إذا كان الشخص وزنه يعني كبير وايد، يفضل ان نحن نبدا مع تمارين الكارديو، لكن تمارين الكارديو او التمارين القلبيه هذه لازم نشوف ان هي تتوافق. يعني مثلا ما راح تزيد الضغط على الركب، ما راح تزيد الضغط على العمود الفقري، فبهذا الشكل. وبعدين مثلا عندنا تمارين المقاومه طبعا مهمه، باستخدام الاوزان، باستخدام الاشرطه، بحيث ان نحن نشد الجسم وما يصير في ترهل في مرحله خساره الوزن. تمام. استاذة، بالبداية ممكن قلتي لي تحبين تذكرين الأسباب المختلفة للسمنة، لأن في أسباب واضحة احنا نعرفها اللي هي أحيانا قلة الحركة أو زيادة تناول بعض الأطعمة، لكن حبيتي تنوهين على نقطة مهمة، تفضلين خبرين. بالضبط. طبعا أهم نقطة هي التوتر. التوتر يعني في دراسات بينت أن التوتر ممكن يسبب زيادة في الوزن. فالتوتر كيف نحن نخففه؟ ممارسة اليوغا، ممارسة تمارين التأمل، هاي الأشياء ممكن أنها تخفف التوتر. فإذا خف التوتر عندنا راح يخف الوزن إذا كان هذا هو المسبب الرئيسي. فأنا لازم أعرف بالضبط شو هو المسبب الرئيسي لزيادة الوزن. أيضا عندنا سبب ثاني اللي هو النوم الغير كافي. يعني مثلا إذا أنا أنام أقل عن 5 ساعات، لا، لازم أنا أنام وأخذ كفايتي. لأن مهم عندنا نحن مفهوم الاستشفاء العضلي. يعني أنا لما أمرن العضلة تراني أكسر العضلة، وعشان أنا أشفي العضلة لازم أنا أخذ كفايتي من النوم، كفايتي من البروتين، كفايتي من الغذاء. في النهاية يقول لك 80% من يعني من الرجيم، خلينا نقول مش الرجيم، نمط الحياة الصحي 80% هو الغذاء، و20% هي دور الرياضة. فمن المهم أن نحن ننوه على دور الغذاء هني. فلازم ان احنا يكون يعني هاي بروتين، اوكي، الدايت يكون فيه بروتين عالي وكربوهيدرات اقل.
تمام، هذا هو دائرة التكامل ما بين بالضبط. النوم والاستشفاء والغذاء وأيضا ممارسة نشاط رياضي. نتكلم الآن أستاذة عن شخص مصاب بسمنة أو نسبة عالية من الدهون، لما يأتي أحيانا يأتي معه أو مضاعفات، ذكرتي موضوع الركبة، خلينا نتكلم عنها بشكل مفصل. أوكي، فأول شيء عندنا موضوع الركبة. في دراسة بينت لو أنا زاد وزني بس 5 كيلو راح تزيد الضغط على الركب 4 لـ5 أضعاف هذا الوزن. فمن البداية أحاول أن أنا يعني أسيطر على وزني، ما أخلي الوزن يزيد بشكل كبير. وإذا هذا الوزن زاد، شو المشكلة اللي راح تتصاحب هذا الموضوع؟ أنه يزيد الضغط على الركب، فبالتالي يصير في تآكل في الغضروف. لما يتآكل الغضروف فالماء الزلالي يقل، فبالتالي يصير في احتكاك في الركب، فهذا الاحتكاك مؤلم. ومشكلته اللي هو موضوع خشونة الركبة، مشكلته أنه هو progressive disease، يعني متى ما هو بدأ صعب أني أنا أوقفه، لكن مع التمارين وهذه الأمور الثانية اللي هو conservative management نسميه، ممكن يقلل اللي هو ممكن يقلل من الأعراض المصاحبة لمرض خشونة الركبة. في هذه الحالات أستاذة كيف نتعامل مع الأشخاص اللي يعانون من سمنة وعندهم مشاكل في الركبة؟ اللي عندهم مشاكل في الركبة طبعاً نحن ما يستوي نعطيهم تمارين القفز على الحبل أو تمارين فيها نط وايد أو تمارين سكوات أو تمارين اللي هو مثلاً يصعدون الدرج، لأن هذه التمارين كلها راح تزيد الضغط على الركب. فنحن لازم نركز أن نحن نعطيهم تمارين كارديو مثلاً تحت الماء، أوكي، اللي هو العلاج المائي مهم جداً لمريض الركبة. ليش؟ لأن العلاج المائي هو يعتبر من العلاجات اللي تشل الوزن بسبب خاصية الطفو، فبالتالي تشل من جسم المريض. وأيضاً لزوجة الماء هذه تسبب مقاومة، فبالتالي أنا ما أحتاج لين أجهزة، لزوجة الماء هاي نفسها تسبب مقاومة، فبالتالي أقوي عضلاتي. وأيضاً في نفس الوقت ممكن أن أنا أسوي تمارين الكارديو. وفي أيضاً اللي هو في العلاج المائي under water cycle، هذا السيكل يكون تحت الماء، فهذا السيكل يعني شغلته وايد حلوة. أنا يعني لما يجيني مريض اللي هو في خشونة في الركبة دائماً أفضل السيكل، لأن السيكل من الأجهزة التي يفضل أن احنا نستخدمها لمريض الركبة، وايد تحسن اللي هو من العضلات المحيطة بالركبة، وأيضاً يعني تخفف من الاحتكاك. أستاذة دائما هذا الموضوع في صالات الرياضة متداول بشكل كبير، أن جهاز السير أو جهاز المشي يؤذي الركبة، فهل الشخص المصاب بسمنة تنصحونه بممارسة المشي على جهاز المشي، أم أنه يفضل المشي في الطبيعة والمشي الخارجي؟ مثل ما أنت قلتيها يفضل المشي اللي هو الخارجي. بعد تعرفين أحيانا فيه اللي هو نفس المسار الخاص حق الناس اللي يركضون وكذي، هذا المسار يفضل أن أنا أمشي عليه أوكي، عشان أخفف اللي هو مشاكل الركبة. والفوتوير بعد مهم، يعني أني ألبس أنا حذاء رياضي وهذا مناسب. تمام، لازلنا نتكلم عن الرجل أستاذة هند، فبتكلم عن موضوع ذكرتيه هي القدم المسطحة. أحيانا أو بشكل كبير الموضوع مزعج، يأثر على شكل المشي، آلام إذا مشى الشخص لمسافات طويلة، أيضا حذاء مناسب صعب الحصول عليه. خبرينا عن هذه المشكلة مع الشخص اللي يعاني من السمنة. طبعا إذا الشخص يعني في سمنة، في موضوع مهم أن احنا بعد ما تطرقنا له، هو موضوع تقوس الظهر. لأن مريض السمنة يصير في، عشان الدهون المتراكمة في منطقة البطن، يصير في تقوس في منطقة أسفل الظهر، فبالتالي ميكانيكية العمود الفقري نفسها أصلا تتغير، فيصير في ضغط بين الفقرات، والضغط بين الفقرات هذه ممكن أن تخلي مكنونات الدسك نفسها تظهر من مكانها، فإذا ظهرت من مكانها راح تضغط على الأعصاب، والمريض راح يحس أنه عند تنميل، تخدير، ضعف في العضلات، ممكن يحس أنه حتى الإحساس عنده قل. لكني ما أقول أن كل تقوس في الظهر يعني على طول يصير للدسك، لا، هذا عامل من العوامل اللي ممكن تسبب الدسك. فأوريدي هم يعني they are prone أنهم يكون عندهم ألم في الظهر، وإذا كان عندهم اللي هو القدم المسطحة، فبالتالي أيضا هذا ممكن أنه يسبب آلام أيضا في الظهر. فنفضل نحن إذا كان المريض عنده اللي هو القدم المسطحة يلبس نعال مخصص في آرتش ينحط، بحيث أنه يسوي نفس الكيرب الخفيف داخل الحذاء، فهذا ينلبس عشان نحن نحافظ على
الكيرف للقدم، انحناءة القدم. هي انحناءة القدم بالضبط. استاذة، هل يعني السمنة ممكن تأثر بشكل كبير على موضوع الـ القدم المسطحة، او الناس يمكن بشكل متداول يعرفونه باسم فلات فوت، هل ممكن يأثر بشكل كبير اذا كان الوزن زايد؟ هو اذا كان الوزن زايد هي ممكن طبعا انه هو يأثر على شو اسمه، على القدم المسطحة، ومثل ما قلت لك في لينك، يعني في علاقة ما بين القدم المسطحة وآلام الظهر، وأوردي هم ممكن أنهم يعانون من آلام الظهر بسبب تقوس اللي هو تقوس منطقة أسفل الظهر. بالنسبة لآلام الظهر نركز عليها أستاذة، ونتكلم كيف ممكن نخفف من هذه الآلام لشخص يعاني من السمنة. طبعا في البداية مثل ما أنا ذكرت لكم، المشكلة هي تركز الدهون حوالين البطن، فمعناته شو؟ معناته نحن ان عندنا نحن عضلات البطن ضعيفه وعضلات الظهر شاده، فمن هني نحن نعرف العلاج. دام ان العضلات هذه شاده او تايت مسلز، لازم نحن نسوي لها استرتشات، واذا كانت عضلات البطن ضعيفه لازم نحن نقوي عضلات البطن. لكن ارد واقول اذا الشخص كان في مو بس تقوس، عنده ايضا ديسك في منطقه اسفل الظهر، في تمارين لازم يتجنبها وفي تمارين لازم يسويها. فهني طبعا هي دور العلاج الطبيعي، فانا ما اقدر اقول مثلا بشكل عام، لا، لازم انا اعرف بالضبط هذا المريض شو محتاج، فبالتالي انا اعالجه على حسب احتياجه. صحيح. يمكن استاذه هند، انا درست تدريب رياضي واعرف هذه الفكره بشكل صحيح، ان تقويه العضلات الوسط او عضلات المنتصف مهمه جدا لاي شخص جداً يمارس الرياضه، وهي عضلات اللي تكون البطن وايضا الجزء الظهر، ايضا يساعد انه يسند الجسم بشكل قوي، يعطيه ثبات اكثر. نتكلم عن الاشخاص اللي بيقومون بعمليات الخاصة بالوزن الزائد، يعني بعد استشارة الطبيب نصحهم بالقيام بعمليات التكميم أو غيرها من العمليات الأخرى، ما دور العلاج الطبيعي في هذا الموضوع قبل وبعد العملية؟ طبعا في البداية نحن لازم نعرف أن الشخص عنده إرادة، ويعني قبل لا يسوي اللي هو عملية التكميم. أوكي، فلازم الشخص يعني يقدر أنه يحاول أنه هو يخفف من الأكل، يحب أنه يمارس التمارين. تمام. فالفكرة هو بعد العملية دائما نحن ننصح المريض أنه يحرك القدم بطريقة دورانية عشان نحن نمنع التجلطات، وأيضا يمارس على طول الشخص اللي هو رياضة المشي. بعد استشارة الطبيب، وأحب أنوه على هالموضوع، بعد استشارة الطبيب بعدين نحن نقدر نبدأ تقريبا بعد 3 لـ 6 شهور نبدأ مع المريض اللي هو مثلا تمارين الكارديو. تمارين الكارديو اللي هي التمارين القلبية تزيد من اللياقة، تزيد معدل الحرق، وبعدين عندنا تمارين المقاومة مثل ما ذكرت قبل، هي تساعد على شد الجسم عشان ما يترهل الجسم، وبالتالي ما يضطر المريض أنه يروح مرة ثانية ويسوي أي تدخل جراحي عشان يشل الترهلات. شو أنواع التمارين اللي تقومون بها غير التمارين الهوائية أو القلبية، تمارين المقاومة؟ تمارين المقاومة ممكن نحن نستخدم فيها أوزان. طبعا الأوزان تعتمد كل شخص وهذا، بس أهم شيء أن نحن ننتبه أن الوزن هذا مناسب، بحيث أنه ما تصير أي إصابات عضلية. وأيضا لازم نحن نبدأ اللي هو الورم أب، نبدأ أول شيء بالضبط، نبدأ اللي هو تمارين الإحماء أولا، وبعدين نقدر نسوي فيها هذه التمارين. وأيضا ممكن أن احنا نستخدم اللي هي الأشرطة الرياضية. الأشرطة الرياضية طبعا كل واحد له وزن غير، فبالتالي على حسب كل شخص وقوته. بالطبع يعني هاي الأشرطة المطاطية حسب مدى مقاومتها تساعد بشكل بالضبط أكبر. هي على هذا الموضوع. في نقطة يمكن مهمة نذكرها ودائما يركزون عليها في مجال الصحة، أن لما الشخص يمارس تمارين المقاومة وتزيد نسبة العضلات في جسمه على اختلاف مكان وجود العضل، يساعد الجسم أنه يقوم بعمليات الحيوية أو يحرق سعرات حرارية بشكل أكبر. طبعا طبعا هني أنا حابة أذكر نقطة، الريايل والحريم شو هو الفرق من بينهم؟ طبعا الريال يكون عنده هرمون التستوستيرون، هذا الهرمون يساعد على البناء العضلي اسرع عن الحريم، فبالتالي معدل الحرق عندهم يكون اكثر عن الحريم. فلما تشوفين اثنيناتهم بدوا اللي هو نظام غذائي في نفس الوقت، على طول الريال يعني حتى لو بس يغير شيء بسيط على طول وزنه ينزل مقارنه بالحريم. فنحن هني عاد ما نقارن بين الريايل والحريم في موضوع اللي هو حرق الدهون وغيره. ذكرتي أستاذة موضوع الرياضات المائية إلى جانب
رياضة مثلا دراجة تحت الماء، ما هي أنواع الرياضات الأخرى اللي ممكن لشخص يعاني من السمنة وآلام أيضا الركبة أو الظهر ممكن يمارسها في الماء؟ طبعا هو نفس الشيء، مفهوم الرياضة أنا قلت لك أنهم نوعين، تمارين قلبية وتمارين تقوية. طبعا قلنا نحن المقاومة في الماء تعتبر من اللي هو من لزوجة الماء، فأنا ما أحتاج أستخدم هذا، لكني إذا حبيت أستخدم مثلا اللي هو السيكل تحت الماء وحط فيه اللي هو مقاومة يعني يكون أفضل. ممكن أن احنا نضيف فيه، تعرفين اللي هو نفس الأوزان اللي تكون بالماء هذه بعد إذا أنا حابة أن نضيفها، في اللي هو نفس البارلل بار أن المريض يمشي من بينه، وفي تمارين اللي هو قلبية تتسوى يعني داخل الماء. نتكلم أستاذة عن موضوع الأطفال والسمنة، يمكن الملاحظات حول العالم تشوف هذه الزيادة الكبيرة في السمنة لدى الأطفال، اليوم من وجهة نظر العلاج الطبيعي كيف يتعاملون مع الطفل المصاب بالسمنة؟ طبعا أنا بالنسبة حقي أشوف بالنسبة للطفل أهم شيء الدعم العاطفي أو الدعم المعنوي. أهم شيء أن أنا مثلا أدخل أنشطة ترفيهية تساعد على الحركة، ما أقول له والله يلا روح الجمة الحين وسو كذا كذا كذا، لا، الطفل غير عن يعني اللي يكون أكبر بالعمر، فبالتالي ندخل أنشطة ترفيهية، ركوب الدراجات، السباحة، هذه الأمور اللي بتحببه في التمرين. يعني أنا ما بجلس أجبر الطفل، لا، أنا يعني بحببه في الموضوع وراح أكون معه وأسوي معه التمارين عشان هو يتشجع ويحب الموضوع. حتى من ناحية الأكل، يعني الأكل مثلا أحب أسوي له مثلا برجر صحي، باستا صحية، مو بشرط أنه يعني نفس الدايت القديم اللي هو صدر دياي وخضرة مفورة وهذا غيره، لا خلاص نحن الحين نتطور. أوكي، فيعني هالأمور في بدائل صحية حتى الياهل يحبها، فبالتالي تشجع أنه ينزل وزنه. صحيح، وهي نقطة مهمة جدا، اليوم وجود البدائل الساده صارت متاحة بشكل كبير جدا، يعني هناك حلويات خالية من السكر بالضبط. هناك أنواع قليلة بالدهون، هناك أنواع مثلا بطاطس أو مكسرات مصنوعة عن طريق القلي الهوائي مو القلي الغزير، فهذا يساعد الأطفال يحبون الأكل بشكل أفضل وما يتخلون على الأشياء اللي يحبونها ويستمتعون فيها. أستاذة، أنت هل أحيانا يتم استخدام بعض الأجهزة في العلاج الطبيعي للأشخاص اللي يعانون من سمنة لمثلا مناطق معينة تساعدهم تحفزهم أو تحفز العضلات أو تحفز أجزاء معينة من الجسم بحاجة لذلك؟ شوفي، هو الأجهزة يعني في أجهزة اللي هي تقريبا نفس أجهزة الجيم نحن نستخدمها عندنا في قسم العلاج الطبيعي، لكن شو اللي يميزني أنا كأخصائية علاج طبيعي إني أنا عارفة كل عضلة في الجسم وعارفة وين الضعف والمريض بالضبط شو محتاج، فأنا وعلى حسب ذكائي وتشخيصه للمريض. فهني اللي هذا الحين أصلا بدأت تقنية جديدة يسمونها اللي هو إلكتريكال ماسل ستيميوليشن، هاي البدلة اللي هي تنلبس، حتى الحين يعني في النوادي الرياضية قامت تستخدم هاي التقنية. هذه التقنية بالأساس هي طلعت من العلاج الطبيعي، نحن كنا نستخدم اللي هي هاي الذبذبات الكهربائية عشان نحن نقوي عضلة المريض، خصوصا في فترة الكورونا في وايد مرضى عندنا صاروا ما يرمون يتحركون ولا يمشون من بعد الكورونا، فكنا نستخدم لهم هاي الذبذبات الكهربائية وشفنا نتيجة فعالة جدا عليهم. يعني الحين نحن في الارتفيشال انتليجنس، في عصر التطور ونواكب العصر يعني والذكاء الاصطناعي، ففي أجهزة طبعا متوفرة، وفي مثل ما قلت لك اللي هو هالاي ام اس سوت استخلصوها من فكرة اصلا العلاج الطبيعي. تمام. تذكر احيانا تتزامن السمنة ومشاكل الركبة والآلام مع التقدم في السن، فاليوم كيف يتم علاج هذا الموضوع؟ أحيانا كبار السن يعانون مشاكل في الركبة ويتزامن مع ذلك أيضا سمنة، كيف يتم عمل برنامج مناسب لهم؟ طبعا البرنامج المناسب مثل ما نقول نحن دائما أول شيء لازم نحن نقوي العضلات كلها، إذا قوينا العضلات فبالتالي نحن راح نحمي المفصل وراح نحمي جسمنا. فالنصيحة الأولى والأخيرة هي التقوية، لازم نقوي عضلاتنا، لازم نخفف من الأكل، لازم نحافظ يعني على يعني نفسيتنا، حتى النفسية مهمة جدا، نتخلص من التوتر، هذه الأمور كلها راح تساعدنا على تخفيف السمنة، فبالتالي راح نخفف أعراضها يعني. بالنسبة لكبار السن اللي ما يفضلون مثلا زيارة المستشفيات، هل بإمكاننا مثلا عمل برنامج متكامل لهم في المنزل عن طريق مثلا الحبل المطاط أو ما غيره؟ هي
بالضبط يعني هذه التمارين ممكن ان احنا نراويهم، بس اهم شيء انهم يكونون حابين بعد انهم يتمرنون. لكن يعني من واقع تجربتي انا وانا اشتغل في المستشفى من 5 سنوات، حتى لو هم ما يحبون احنا نقدر نحببهم في هالشيء. فبالعكس يعني الرياضه بالعكس ممتعه جدا يعني، والحركه بركه. نصيحه اخيره استاذه هند بالنسبه لموضوعنا حول العلاج الطبيعي والسمنه الزائده. طبعا في الختام قبل لا انهي هاي الفقره احب اوجه تحيه خاصه للدكتور ابراهيم مصطفى رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الجامعه، قصدي في جامعه الشارجه، وايضا الدكتوره فاطمه حجازي لدعمهم المستمر لي. اما النصيحه الاخيره فهي الوقايه خير من العلاج. شكرا لك استاذه هند احمد الزعابي اخصائيه علاج طبيعي على وجودك معنا في حلقه اليوم. اتشرفنا فيك حبيبتي. شكرا لوقتك.